السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني غادي نقول يعني من المنتخب المغربي أجمل مفاجأة في كأس العالم 2022. لعب أناقة، يعني روح قتالية عالية جدا، يعني تكتيك، يعني المدرب يعني بتكتيك عالمي، مدرب يعني وين نقولوا باللي وين قدم يعني الدروس مجانية لمدربين كبار في كأس العالم. حتى انا ولينا نقولوا قدم دروس، كان اللي يخرج لك يقول لك راك معني انا ودي راني في الكوب دي موند، راني في 32 مدرب اللي راحوا شاركوا صاحبي، راني مع 8 توالى اللي كملوا البارحة. خلينا غادي انا نهضروا على الكوب دي موند، ماش نهضر على سيراليون وغينيا استوائية، ماش نهضر على سيراليون وغينيا استوائية، لازم تساهموها هذي بس تهموها مليح. كاين بزاف يقول لك راك من يا دير، انا نهضروا على الكبار، الناس اللي انا نهضروا على الكبار، واش نهضروا على اللي صغير صغير واللي كبير كبير اصاحبي. كاين اللي قال لك، كاين اللي يقول لك او حنا كبار، حنا المنتخب الوطني كبير بصح وين راه؟ كاين خدمه؟ كاش خدمه؟ كاين باغيين نقول لك انت كبير، لازم نقول لك انت اللي تخدم. كنا والدينا بكري مي تخدم تدق الحاجة وتسلو كان يبني ولا بيت تربد الباربا ولا تربد، يعني تدخل 200 حبة باربا، 200 حبة تاع باربا ستة، فاهم؟ من يجي بابا قلت لك هات، كنت دخلت 300 ماشي 200، أختام لازم متبقاش هاديك هذاك التقديس وهذاك الصوالح، مكاش مجاملة، كلام المعسول مكاش. خويا راك خدام، خدم وصايد، خدم تغلط ما نعرفوكش. خلونا من هذيك تاع الدهان، هذاك الدهان يخلونا منه، هذاك الدهان هو اللي هلك ليكيب ناسيونال. الدهان تاعكم هذاك هو اللي هلك ليكيب ناسيونال. خويا خدام خدم، انا ما عندك تيرات تاعك، انا ما غادي نجي عندك، ما غادي نتبعك، ما نجي نتصور مع ولا كاع يروحوا يتصوروا بانوا اي غادي مكاش يا حالي. الرجاله ولات تكالي في لعبتوها روحتو واحد يخرب في ايطو باش تقلبوا الناس السوق. يا ودي احنا نهضروا على الكوب دي موندا اللي دا كف ولا دا الله يسهل عليها، نهضروا على الكوب دي موندا. انا نقول لكم ونعاود لكم المنتخب المغربي اجمل مفاجأة في كأس العالم، هذه هي. ولان المنتخب الجزائري هو اللي قلت لك، المنتخب الجزائري، المنتخب المغربي هو المفاجأة الاجمل في بطولة كأس العالم والتي تستضيفها قطر منذ 20 نوفمبر، والتي سوف تنتهي يوم 18 ديسمبر للمرة الأولى على أراضي العربية. يعني إن شاء الله بربي النهائي نشوف المنتخب المغربي، وفي نقولوا بلي هو الأجمل مفاجأة، يعني نقولوها ونعودوها، لقد قاموا بعمل مذهل، يعني بغض النظر عن مباراتهم يعني المقبلة مع المنتخب الفرنسي، بقايا وفضلات يعني العالم نقولوها من هذا المنبر. ونقولوا بلي على نقولها ونعاودها على الشعب المغربي والعربي والإفريقي الفخر بما فعله أسود يعني والأسد والجهاز الفني لمنافسة بقية، والحلم قد يصبح حقيقة ويتوجون باللقب، لماذا لا؟ يعني نشوف بلي المنتخب المغربي يعني ما قد 90 دقيقة كيما شاردو فينال، كان باقي 90 دقيقة تمركب وتبلع جدها، واللي باغي المتعة يروح للسلك، يروح لحديقة الحيوانات يشوف شادي يطيفس ما يشوف منها، كاينة حديقة الحيوانات، كاش كاع مشكل. اللي باغي المتعة البرازيل متعة، البرازيل باش نقول لكم راه نقول لكم البرازيل داو كأس العالم في وقت بيلي ما زادوش داوها في السبعينات، داوها ما زادوش داوها، راهو شاركوا في 78 بري كونتر في تاع الأرجنتين، يعني المتعة اللعب منه طاف البارة تريبلي طيح خمسة وروح مركب منه طاف طاف طاف.
خرجوا 82 أقوى منتخب في البرازيل. المتعة طاق 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 شوف شوف الناس طالعة مهودة. 86 شوف 90 كاردو فينال أمام الأرجنتين نقلها مليحة أخويا. البرازيل دقت الأرجنتين دقت الأرجنتين. سقراطاس طلق تيرا البارة 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 كانت البارة تنطر من بلاصتها. لقطة واحدة للأرجنتين في وسط الميدان مارادونا قلب هاد من هذاك بوشعور هذاك قال راح دب بنت 1-0 ستاد كامل نسى متعة البرازيل قالوا يسبقوا على مارادونا باش يكون على بالكم جماعة. برازيل فما داروا قرار قال لك ما بقاتش متعة المتعة ما نبقاوش نمتعوا الغاشي حنايا لازم تكون واقعية. ويدخلوا 94 مركز زعاقة المتعة والأهداف 98 وصلوا فينال 2002 زادور بدوها تربح هي وخر. هذه هي الناس ها الناس كيفاش تخدم خويا شو الناس كيفاش تخدم الواقعية. واللي باغي المتعة هاي كاينة حديقة الحيوانات يخلص تيكي ويروح منتزع يشوف كروكوديل يشوف شادي يشوف بغل يشوف عود يشوف يعني كل هذا كاينة كاش مش بالله. وين أضيف كذلك على الشعب المغربي والعربي والإفريقي فخر بما فعله أسود المنتخب المغربي والمدرب والجهاز الفني يعني المنافسة يعني في المنافسة والحلم قد يصبح حقيقة ويتوجون باللقب. يعني ونتكلموا عن استضافة قطر للمونديال يعني ونقولوا باللي هذا منتخب كما نقولوا عربي وراه في أراضي عربية أكتشو كيفاش وين يعني وين الفرحة فرحة أصبحت عربية يعني مش عندنا يعني وين تشوف كيفاش حتى هذاك آمين نقولوا باللي اللعاب يعني اللعابة كيفاش يعني تماسك بيناتهم يعني وين يقدموا في 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 ملحمة يعني في ملحمة كبيرة. وين المغرب هذه نزيدها لكم أنايا وين المغرب يعني وين يفسد ويفشل توقعات الكمبيوتر الخارق لمونديال يعني وين دار بلي البرتغالية غد دار بلي إسبانيا تكاليف دار البرتغالية تكاليفة دار منا. وين المغرب يفشل وين يفسد توقعات كمبيوتر الخارق كذلك هذه يعني الناس كيفاش الناس وين قدمت يعني الناس الواقع خشتوا على الواقع. أنا بانت لي في ديك 5 دقائق الأخيرة ولا الدقيقة التالية هذيك لو كان جابوا كاع داك الشعب تاع البرتغال جابوا حطوا في الكاري دي زويد عند المغاربة ما يمركولهمش. هنا وين تعرف قوة الذهنية عند المدرب وقوة الذهنية عند اللاعبين يعني والمنظومة دائما نقول لكم عليها المنظومة الدفاعية الكبيرة. على كنت ساعة من خطرة نقول لكم يا ودي ما راش عندنا معلم حنا هنا المنتخب الوطني ساعة من خطرة نقول لكم ما عندناش يعني معالم تاع منظومة تاع الدفاع متماسك ما ولاش عندنا ساعة من خطرة الناس يعايروا الناس كاين اللي يقول لك تشكون كاين ما بين ساعة. أنا نبدا نقول لكم أنتوما هذو الناس اللي خرجوا من 2019 2020 وداروا قنوات ما صاروا يهضروا أقسم لكم بالله العلي العظيم والله أنتوما سبب فساد المنتخب الوطني الجزائري. شوف كيفاش ناس كيفاش خدمة شوف ناس كيفاش تخدم ناس كيفاش تطور في المنتخب تاعهم يعني ومكاش المجاملة مكاش والو خويا راك لابد الراية الوطنية أنا نحاسبك والو نحاسبك مكاش زعاقة مكاش كلام معسول ودهان وصوالح وبالك وغيب سياسة ولي يزعفو ولا مكاش هذي العب راك خدام خويا راني خلصك العب فراح لي الشعب على باليش بيه بصح لا احنا راحت هذيك العقلية مولاش كاينة شوف كيفاش
عليك دخلنا في حيط، يجب لازم نفيقوا لازم نفطنوا، لازم نفيقوا نفطنوا. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي. سلام.